يستمر فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين بمتابعة مباشرة من سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، يستمر في مهمته الإنسانية عملية سواعد الغيث في تركيا ضمن جهوده لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخراً. ويتعامل فريق البحث والإنقاذ الذي يعمل على مدار الساعة مع أنقاض المباني باحترافية عالية، وذلك حرصا منهم على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين والاستخراج الضحايا والجرحى والمصابين العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة.